جنوبه الجمهورية. إذن كانت البلد على حافة الانهيار. جيش واحد، أمن واحد، وقيادة، والتي ألمت بكل العالم. بعد الدستور بدأت المؤسسات الناشئة ومنحة البطالة والزيادة في الأجور وكذلك زيادة في المنحة أجور المتقاعدين وأشياء كثيرة. ثم انطلقت كذلك مشاريع استراتيجية كبرى، منها غار الجبيلات الذي أصبح اليوم حلقة، يعني كل الحجر في فم البعض لما يحبوش الخير للبلاد. هذا الراجل هذا لازم يلتف به كل الخيرين في هذا الوطن ليكمل مسيرة التنمية، لتكتمل مسيرة التنمية ويكتمل المشاريع ومشاريع أخرى في المستقبل إن شاء الله. واجب كل مواطن جزائري أنه يذهب للانتخاب. هناك ثلاث فرسان من الجزائر: الانتخاب من أجل الجزائر، قوة المشاركة من أجل الجزائر. قوة المشاركة هي رد كل على الأعداء، ونقول بأن الجزائر دولة المؤسسات. واليوم دينا انطلقنا في حملة انتخابية لصالح المترشح المواطن الحر عبد المجيد تبول، ورانا ملتقين مع المواطنين، والحمد لله رانا نشعر باللي المواطن الجزائري كعادته راه فاهم ما هي التحديات، وفاهم الأشواط اللي قطعها السيد المترشح الحر اللي هو رئيس الجمهورية. أين كنا وأين أصبحنا؟ أين كنا في 2019 وأين أصبحنا؟ هنا كمكاسب اجتماعية، اقتصادية، دبلوماسية، أمنية لابد المحافظة عليها وتعزيزها.